لك يا أخونا اطلع شباب. لك شو قصتك انت؟ مانك شايف الإشارة فتحي؟ في شي بيضحك يا أخ ولا بدك تجنني عند الصباح؟ يا ريت. شو يا ريت؟ يا ريت جن؟ ايه لأني مشتاق لجنانك. لك شو بك حمزة؟ لسه ما عرفني؟ مين؟ سمير خزبتشي؟ يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي. لك أهلين حمزة. لك معقولة ما عرفني يا رجل؟ إيه لا تأخذني من شان الله، صرنا زمان ما شفنا بعضنا. والله معك حق. إيه مو شايفين عم سلم على رفيقي سمير؟ طيب طيب ماشي الحال. الحقني خلينا نعمل شي كافتيريا. يلا يلا. احلى ابو السمر. قديش صرنا ما شفنا بعضنا؟ صرنا 20 سنة يا ظالم. يمكن واكثر، بس صدقني انت بالبال دائما. يا حاجة بقى لو كنت بالبال كنت سألت عني. يعني انت كنت عم تسأل ما هي؟ لك ليش انا بعرف اراضيك لحتى اسأل عنها؟ وين اراضي يعني؟ هون الله وكيلك ما تحركت برات البلد خطوة واحدة. امشي هلا. معقولة ابو سمر السكرة قدامي؟ والله بعد زمان. مشتاق لك كثير انا. تسلم لقلبي وانا بالاكثر، يسلم وديات. بس طمني شو اخبارك؟ قديش صار عندك اولاد؟ ما عندي اولاد. شو الحكي ليش بقى؟ لاني ما تجوزت. قسما بالله انك فهمان. بس قلي شلون هيك زبطت معك وضليت بلا جواز؟ هلا اتركني من هالسيره وانت قلي شو صار عندك اولاد؟ انا تجوزت سنتين ورجعت طلقت، يعني ما لحقت اجيب اولاد. شو هالحكي؟ مو خبري والله. هذا اللي صار يا حمزه. عفوا سمير، بس ليش طلقت؟ يعني شو السبب؟ لك آخ يا حمزة شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك. هذا يا سيدي الله سبحانه وتعالى وقعني بين إيدين وحدة كرهتني جنس الحريم كله. أوف لهالدرجة؟ وأكتر. الله وكيلك ما عنده هم بهالدنيا غير شو بدها تلبس، شو بدها تشتري، وين بدها تسهر، كيف بدها تتبروز قدام رفقاتها. يعني وحدة فاضية وسخيفة، وكلمة بتاخدها وكلمة بتجيبها، وفوق هالشي نقاقة من الدرجة الأولى كمان. يعني مثلا اذا اخذت على احسن مطعم بالبلد تطلع هيك من رؤوس مناخيرها مثل القرفانه وبتقول لك شو هالمطعم هاد كثير معجوق، ديكوره مشرشح، ستايله شعبي. واذا جبت لها اكل جاهز من احسن محل بالبلد كمان ما بيعجبها، بتشم الاكل من رؤوس مناخيرها وبتقول لك يعني ما لقيت احسن من هالمحل حتى تجيب منه اكل. طيب يا أخي بركي كانت هيك ربيانة ببيت أهلها. لا أبداً ما في شي منها، أهلها درويش كتير وعلى باب الله. بس لما صارت عندي بالبيت عملت حالة ليدي برنسيسة، ويا أرض اشتدي ما في حدا قدي. ليكون أنت دللت ببداية زواجكم زيادة عن اللزوم، لأنه في نسوان يا أبو سمرة ما بيلبق لهم الدلال ولا النعمة، ما بتلاقيهم إلا تنمردوا على غفلة وبلشوا يرفسوا. ما بقلك لا، بس انا ما لحقت دللها يعني، ونحن بشهر العسل بدينا نقار وطول النهار على اللي لقلك اللي لقلك وجدل ومناقشه بلا طعمه. طيب وعلى شو كنتوا تتناقروا؟ ولك على كل شيء، يعني اذا قلت لها صباح الخير بتقلي هذا باب مناقره. الله وكيلك كنت عايش معها ببيت واحد وكاني بمعتقل. لك اذا عزمت رفقاتي على البيت بتنقرق، اذا تاخرت شوي بالرجعه من الشغل بتبوزم، وإذا طلبت شي غرض وتأخرت شوي على بين ما لبي لها إياه بتنطمز وبتبرم بوزة وبتحط العقدة بوشها شبر. وإذا قلبت التلفزيون على شي محطة ما بتعجبها بتولول وبتهجم على التلفزيون مثل الشيبة وبتطفيه. ومن ناحية تانية إذا إجوا أهلي ليزوروني بتقلب خلقتها وما بتفوت بتسلم عليهم. قومي سلمي على أهلي عيب، مريضة مالي حيل نعسانة. اما اذا اجوا اهلي يزورونا مدري شو بصير لها، بتميع بتنفرت بتتنشط وبيركبها 100 جني، ما بتعود بتتهدى وعلى ضحك مثل مجانين ومسخره وقله هيبه. قول ماشي الحال عم تنبسط مع اهلها، بس بالمقابل المخلوقه مسوده علي عيشتي.
يعني إذا طلبت منها كاسة مي بتقلي ليش حضرتك مكرسح؟ حبيبي مكرسح أنت قوم اشرب لحالك. وإذا مزحت معها شي مزحة بتزورني من فوق لتحت. وإذا بدها تشتغل بالبيت بتضل يومين حتى تمسح الغبرة. وإذا بدها تاخذ شي قرار بتاخذ القرار الغلط بالوقت الغلط. وتعا يا سمير رائع الأضرار الناتجة عن هالقرار الخنفشاري. يا ساتر يا رب، معقول يصير فيك هيك بهالعشرين سنة اللي تركتك فيه؟ ولك شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك لا. وفوق كل هالشي يا حمزة عفشة بالبيت، عفشة كتير وقليلة مروة وشخصيتها ضعيفة قدام أهلها. يا سيدي سبحان من خلصك منا على أهون سبب، العمى على هالعلقة المكربية. بس لك أبو سمرة أنا بعرفك حربوق وبتحسبها منيح، شلون انعمى على قلبك وفتت هالفوتة؟ شو بيعرفني؟ ما بيقولوا لك القدر بيعمل بصار؟ إيه والله مزبوط. حرك الحال مشان الله تركنا هلأ من سيرتها، لأنه كل ما بجيب هالسيرة على لساني بنمقت وبينهز بدني وبيتعكر مزاجي. ولهالسبب خلينا نقلب الأسطوانة. الله يرضى عليك، قلي لشوف ليش أنت ضليت لهلأ بلا جواز؟ يعني معقول تضل 20 سنة بلا جواز؟ معقول ونص، لأني ضيعت من إيدي فرصة لحد هلأ عم عض أصابعي ندم عليها. فرصة شو؟ فرصة عمري، فرصة عمري طارت من إيدي وأنا واقف عم بتفرج عليها. كيف يعني؟ أنت بتعرف يا سمير قديش أنا عاطفي وعلاقاتي مثالية مع الجنس اللطيف. صحيح أنت رومانسي كتير وهالشي كل رفقاتك بيعرفوا عنك. هذا يا سيدي من وقت ما كنت طالب بكلية الحقوق اجتمعت مع بنت. أما شو بنت بتاخد ضبنات العقل، يعني كل شي كنت راسمه بخيالي عن فتاة أحلامي لقيته فيها. جمال خارق، قوام ممشوق، حضور ساحر، إطلالة جذابة، حديث هادئ ومتزن، تفكير موضوعي، وفوق كلها مرباية ببيت أهلها ومدللة لحتى شبعانة دلال. هيك ها؟ هي اسمها بنت مو مثل طليقتي. المهم ضليت وراها وحاطت دابي ودابها لحتى تعرفت عليها وفتحت باب للحوار معها. ايه وبعد الحوار شو صار؟ اتطورت علاقتنا بسرعة عجيبة وتحولت لقصة حب مثل قصص الأفلام الهندية تماما. وبصراحة أكتر صرت حس انه أنا خلقت إلها وهي خلقت إلي، وصرت شوف كل الدنيا من عيونها. وإذا غابت عني يوم واحد حس انه الدنيا سودت بعيوني. شو هذا حمزة؟ فعلا شهيتني الحب؟ بس وينها؟ هذا الحب يلي عم تحكي عنه انقرض من زمان كتير، ما عاد فيه هيك عواطف ملتهبة هلا. معك حق تقول هيك، لأنك أنت ما مريت بالحالة اللي مريت فيها أنا. طيب بعدين شو صار؟ تعهدنا على الزواج وبدأنا نخطط لمستقبلنا ونحلم بعش الزوجية الهادئ الجميل. وبعدين جوزتوا؟ للأسف لا. لا؟ ليش بقى؟ لأنه أهلها رفضوا. وشو سبب الرفض؟ السبب اني كنت بهديك الايام مثل ما بتعرف طالب منتوف وعايف التكنه، وبصراحه اكثر ما عبيت عين اهلها، وعلى حد قولهم مستقبل البنت معي مجهول ومو مضمون. وهي شو كان موقفها؟ مسكيني راح تجن ووقفت ضد اهلها وحاولت كتير لحتى تقنعهم، عبس ما كانوا يقتنعون. ايه وبعدين؟ بعدين عرضت علي انه اتزوجها بدون موافقه اهلها. شو معناها البنت كانت طابسة فيك؟ تمام تمام، بس أنا رفضت أنه أتجوزها بدون موافقة أهلها، ومن يوم تنسحبت من حياتها بهدوء وأنا قلبي مكسور. إيه وهي؟ انقطعت أخبارها عني وما عاد شفتها، وبعدين دريت أنه تجوزت بعد سنة. وخلال هالسنة ما صار اتصال بيناتكم؟ نهائيا. فعلا قصة مؤثرة كتير. طيب حمزة ليش أنت ما عاد تتجوزت؟ ما قدرت يا سمير، ما قدرت. كيف يعني ما قدرت؟ بصراحة يا أبو سمرة حسيت إنه ما في وحدة بالدنيا ممكن تحل بقلبي محل وفاء. ليش اسمها وفاء؟ إيه ليش استغربت؟ لا لأنه مطلقتي كمان اسمها وفاء، بس شتان ما بين السرى والسورية. وفائي وين ووفائك وين؟ شوف يا أبو سمرة وفائي ما أحلاها. يا حبيبة قلبي هاي الفرصة يلي ضاعت من إيدي وضليت ندمان عليها كل عمري. شوف هلأ هاي فرصة عمرك يلي ضيعت عمرك كله وانت عايش على الذكرى والأوهام؟ ايه للشباب.
ما بها شيء، بس وفاء هي هي نفسها طليقتي. يا ترى في عندك اعمال جديده هالسنه على رمضان يا استاذ سعيد؟ لا والله، هالرمضان اللي جاي ما عندي اعمال. حسرتي، معناتها صفيان بلا شغل الايام. لا عندي شغل، عم تجيني نصوص عم ادرسهم حتى اختار الافضل. على كل لا تختار ولا تنقي ولا على بالك، لانه شو ما سويت انت بيطلع معك شيء حلو استاذ. يا سيدي الله يخليك، هذا لطفك. تعرف كثير انزعجنا انا ومرتي واولادي وقت شفناك عم تاكل الكف على خلقتك، هذه اللي مثل فراق الوالدين. انا اكلت كف؟ ايه، هي التمثيليه اللي بتترى فيها مرتك انك متجوز عليها. ايوه فهمت عليك، قصدك مسلسل الصفعه الاخيره. ايوه هذا هو. يا ترى هالكفوف والطيارات اللي بتاكلوها بالمسلسلات حقيقية؟ لا شو حقيقة؟ تمثيل طبعا. بس مبينة حقيقية وعلمت على وشك. هي بتبين هيك على الكاميرا، بس بيكون فيها خدعة ومكياج مدروسين. على كل حال لو كانت حقيقية شو المشكلة؟ أنا مستعد آكل من هي الممثلة الحلوة اللي لطشتك الكف 100 كف وحرج علي يقول أخ أو افتح تمي. الدخلة الثانية على اليمين لو سمحت. ايه على عيني، تكرم عينك. بس والله ما استنظفت لك الحارة، ليش ساكن هون استاذ؟ ليش بقى؟ شو بها هالحارة يعني؟ لا ما اشبه شيء على عيني، بس يعني المفروض نجم مثلك يسكن بأبو رماني يا اما بالمالكي. سيدي الله كريم، عندك لو سمحت. ايه على عيني وراسي. ايه سيدي شو امرت؟ لا تضربنا بحجارك، خلاص خليه علي هالمرة استاذ. ما بصير هذا حقك ولو استاذ سعيد. خلاص اترك علي ولو، نحن بيشرفنا انك طلعت معنا بالسيارة. يا سيدي الله يزيدك شرف، هذا تعبك ولو ما بصير. ماشي الحال سيدي، ماشي الحال. تفضل. معوضين ان شاء الله. شو معوضين؟ ما بدك ترجع لي الكمالة؟ بدك ما تواخذني، ما معي فراطة. إيه لا سيدي اسمح لي، بدك تدبر حالك، عدادك 35 ليرة، بقى ليش لحتى ادفع لك 100؟ تفضل، هي 25 ليرة، ما معي غيرها، تفضل. إيه حط لك شوية فراطة، مو حلوة الطيلسة هيك. لا يا أستاذ، هي بتسميها طيلسة؟ إيه هي بالسوق، أنا بعرف إنه الفنانين والممثلين ما بيوقفوا عند هيك مبالغ تافهة. بتصدق بالله؟ لا إله إلا الله. امبارح طلع معي ممثل شاب غر جديد يعني لسه مو معروف كتير لساته بأول الطريق. ايه شو بو؟ هذا اللي قطشوا له اذنه بمسلسل حرب الدم، عرفته؟ عرفته شو بو؟ هذا يا سيدي وصلته من ساحة الأمويين لساحة العباسيين، قام لحش لي 200 ليرة فرد شقفة ومشي. ايه هداك نجم حبيبي، مو مثلي أنا، عن إذنك. الله معك، مهونة، مع السلامة. عم شو بخيل ومنشي. العافية ابو كرام. استاذ سعيد تحياتي. اهلا وسهلا. امبارح دفعت لك فاتوره الكهرباء. يسلم وديات ان شاء الله. قديش طلعت؟ 860 ليره. ايوه يسلم دياتك. دياتك تفضل يا سيدي. وهي الف معوضين، الله يرزقك يا رب. الله يرزقني. يخرب بيتك شو مطيلس انت الثاني. راجع بكير؟ ايه والله مليت شوي على التلفزيون، قعدت بغرفة المخرجين بعدين مليت امتى اجيت. حدا اتصل فيني؟ لا ما حدا اتصل. لا حول ولا قوة الا بالله. واخرت الغدا؟ معلش يا حبيبي بدك تطول بالك شوي. قديش بدي طول بالي؟ هي صار لي سنة كاملة قاعد بلا شغل. لا والاقل مني شهرة وموهبة ونجومية عم ينطوا من مسلسل لمسلسل. طيب شو بدك تعمل؟ طالما الشلالية والمصالح الشخصية عم تتحكم بتوزيع الأدوار، فممكن تضل على هالحالة مدة طويلة.
لا والمشكلة يا غادة اني مضروب بحجر كبير، فنان مشهور وعلي التزامات كبيرة والكل له طمعة فيني. بتصدقي انه اليوم شوفير التاكسي اليوم لطش مني 75 ليرة؟ يلت شو رقبته الهي، وانت ليش لطعتي قد ما بده؟ شو بدي اعمل؟ يعني مو حلوة بحقي اعمل مشكلة مشان هيك مبلغ؟ هو معك حق، بس يعني لازم نضب ايدنا لانه شوي تاني بنفتح تمنا للهوا. المشكلة انه حطينا الخمير والفطير على عملية القلب المفتوح اللي عملتها لأبي. هذا امر الله، يعني لو اضطرينا ان نبيع البيت مشان هيك عملية بدنا نبيعه، يعني هذا ابوك ما له غيرك. لا تضرب هديك الساعة يلي فكرت فيها صير ممثل. لا اوعك تحكي هالحكي، لانه لو ما كنت ممثل ونجم كبير كنتك تخسر كتير. شو كنت خسرت يعني؟ يعني على القليلة ما كنت تعرفت عليك وتجوزتك. هلأ بزمتك هي مو خسارة كبيرة؟ إذا هيك معك حق. شو طبختي لنا اليوم؟ في ملوخية من مبارح، وبعمل لك هلأ قدامه صحن سلطة، شو رأيك؟ عظيم جدا، لكن رح أبدل أوعية وإجي ساعدك بالسلطة. يلا. استاذ سعيد؟ الحمد لله ماشي الحال. يا اهلين. اهلين. خير ان شاء الله استاذ سعيد، وين سيارتك؟ بالتصليح والله. عدم المؤاخذه استاذ سعيد، يعني ما توقعنا ابدا انه نشوفك بالميكرو. ليش بقى؟ يعني مو معقوله فنان كبير ومشهور مثلك يطلع بالميكرو. لا بالعكس، انا كثير بحب اطلع بالميكرويات مشان اكون قريب من الناس وعلى احتكاك مباشر معهم، وإلا شلون بدي أحكي عن همومهم ومشاكلهم بدون ما أحس بمعاناتهم اليومية؟ الله يحيي أصلك يا أستاذ سعيد، يا ريت كل الفنانين مثل حكايتك. يا عيني عليك يا أستاذ. تعال يا عبد. نعم عليك. خذ الأكياس وصلهم بيت الأستاذ سعيد بسرعة. إيه سيدي، شو طلع الحساب بالله؟ 450 ليرة و25 للصبي. أوف، وليش 450؟ هات الورقة لشو؟ تفضل. أيوه. شو؟ شايفك حاسب كيلو البندوره 25 ليرة. هيك سعره الله وكيله. شلون هذا سعره؟ هلا قدامي بعته للزبون ب 15. استاذ سعيد كلك نظر، تبع ال 15 شيء وتبع ال 25 شيء ثاني. وليش حاسب لي الليمون ب 60 مع انك هلا بعته ب 40؟ يا استاذ سعيد، البضاعه اللي عم بعطيك اياها ما بعطيها لحدا ثاني، بس هي للزباين الديلوكس اللي شروا احسانك. بعدين عدم المؤاخذه ما في بالعاده تدقق كل هالقد. يعني اذا كنت ما عم دقق كل هالقد بتحسب على كيفها؟ لا يا استاذ سعيد، نحن الحمد لله سعرنا واحد للطيبين امثالك، واذا بدك بضاعه ارخص موجود عنا، بس يعني عدم المؤاخذه ما بتليق دماغكم. اي مو مشكله سيدي، مو مشكله، خلاص تفضل. شرف سيدي. شكرا، ما بتليق بمقامي. العمى شو هاد؟ عم يقصوا ذهب احمر وبعدين بيفاصلوا على كيلو بندوره؟ بالفعل ما عاد حدا شبع هالايام. شو رايك بعلبه هالموزايك استاذ؟ ممتازه كثير، الله يعطيك العافيه. ايه استاذ سعيد، يا ترى شو عجبكم من هالاعمال هي؟ ايه بس لسه ما عرفنا شو الاسعار. ما في تسعيره محدده مدام. يا جماعه مثل ما قلنا لكم، الموضوع خيري وانساني، وكل انسان بيدفع يلي بيطلع من خاطره. ايوه فهمت عليكي، تبرع يعني. ايه هيك شيء. وانتو يا ترى عم تفتلوا على بيوت بشكل عشوائي ولا في عندكم اسماء محدده؟ لا طبعا مو بشكل عشوائي، للفنانين المعروفين بس. وعم يدفعوا هالفنانين دخلك؟ والله يعني شي عم يدفع شي عم يطنش. المهم استاذ، بقديش بتحب اكتب لك الوصل؟ 5000 ليرة ولا أكتر؟ لا معلش، ب 500 ليرة حاجتي. مو حاجتي 500 ليرة؟ يعني بزيادة. طيب أوكي، رح أكتب لك وصل ب 500 ليرة. غادة الله يرضى عليكي، استناولي لي 500 ليرة من الدرج. تفضل وقع. إي والله. مبروك استاذ سعيد. الله يبارك فيك ويخليك يا سيدي. وهي سلفه 100,000 ليره على المبلغ. يسلموا هديات ان شاء الله. شكرا.
شكرا جزيلا لك. خليك سلمى. يا هلا. سيدي السلام عليكم. شرفت. الى اللقاء. شكرا. الله يسلمك. شكرا لك. غدا. يا غدا. اهلين سعيد. اهلين وسهلين. بامكانك تباركي لي؟ مبروك. بس على شو؟ يا ستي اليوم وقعت عقد عمل جديد. عن جد؟ مع مين؟ مع شركة معربة الدولية للإنتاج الفني. إن شاء الله رح تشتغل البرنامج اللي حكيت لي عليه. إيه نعم يا ستي، رح أقدم البرنامج. بس أنت قلت لي إذا بتشتغل هيك برنامج سخيف بتحرق حالك. لك يا ستي خليني أحرق حالي أحسن ما يحترق نفسي وأنا قاعد بلا شغل. طيب قبضت؟ إيه طبعاً لكان قبضت 100,000. عن جد؟ إيه منيح كتير، إجوا بوقتهم. قولي اجانا مثل الشحمه على الفطيره، يعني هلا صار فينا نوفي شويه ديون ونتبحبح شوي بالباقي. لا والله ما حذرت يا سعيد، هالمره ما بدنا نوفي الديون، بنوفي الديون من الدفعه الثانيه، اما ال 100,000 هدول لهم تدبير ثاني. تدبير شو؟ بدي اوضه نوم جديده، لانه مثل ما بتعرف اوضه النوم تبعنا صارت قديمه وتكسرت وما عاد تتحمل تصليح. هو لازمنا اوضه نوم، ما في كلام، بس ممكن ناجر هالموضوع شوي لانه في عنا شيء اهم. لا والله مو ممكن تتاجل. يعني لازم ينكسر فينا التخت لحتى تقتنع انه بدنا اوضة نوم جديدة. طيب حاضر يا ستي مثل ما بدك، انزلي بكرة دوري على اوضة نوم حلوة. لا ما بدي تدوير، انا حاطة عيني على اوضة نوم تاخد العقل وسعرها مناسب كتير. شو رأيك نروح هلا نشوفها؟ هلا؟ ايه خيروا البري عاجله، احسن ما تطير اوضة النوم ما عود لاقي مثلها، ولا يطيروا المصاري وما يعود يصح لي اشتري اوضة نوم. طيب يا ستي مثل ما بدك، فوتي غير اوعيكي. تسلم لي، خذ مسك المصاري ولا لك في اليوم معي. واسعة من جوا، في رفين. هي حلوة. التشطيط تبعها، الفينيشينج، ظريف كتير. لا متقنة والله. شو اعتمدت يعني؟ خطوة عزيزة أستاذ سعيد. أهلا وسهلا، الله يعزك يا رب. إن شاء الله عنكون أعمال جديدة هلا. إيه والله، عندي أعمال جديدة، عندي برنامج مسابقات. نعم. جديد، اسمه على الباب أنا على الباب. بالتوفيق إن شاء الله. الله يخليك، الله يعزك. إيه أخي الكريم، شو سعر هالغرفة هي؟ إذا عجبتكم المقدمة يا أستاذ ما بدنا حقها. الله يخليك، تسلم يا رب، كلك ذوق. شو قلت أخي الكريم؟ يا سيدي ب100,000 ليرة الأستاذ سعيد، صدقا ما بعت أقل من 120,000. مو كتير هيك؟ لا أبدا مدام مو كتير، نحن شغلنا نظيف، مو مثل كعب الكندرة، هذا الموديل بيكلف أكتر. شو هذا كعب الكندرة؟ هذا موديل غرفة تانية. بدك تكرمنا فيها شوي تاني أخي الكريم. صدقا بأقل من هيك ما بتوفي. إذا كنت ربحان فيها أكثر من 5,000 ليرة لا تسامحوني. بعدين بإمكانك تجيب نجار أستاذ سعيد يفحصلك إياها. الله وكيلك، جناب الخزانة كلها صبايا زان، والبواب كبس، يعني خشب شوح من لوح بلاكي روماني، وجوانب التخت زان، والرجلين MDF، وغير هيك، آكلي 5 وجوه بخ، والمرايا أجنبية، والإكسسوارات طليانية، يعني عدم المؤاخذة، إذا نويت تفصلها على إيدك وبنفس المواصفات رح تكلفك أكثر من هيك. يعني هذا السعر النهائي؟ إيه نعم، نهائي، والتحميل عليكم. طيب، ماشي الحال، نرجع بكرة إذا الله راد. أهلا وسهلا أستاذ سعيد، المحل محلكم، شو رأيكم ضيفكم في جانب؟ المرة جاية إن شاء الله. أهلا وسهلا. مشروبة. شرفتونا، أهلا مدام. يا أهلين. يسمو الديات. دياتك. ايه ما قلتي لي عجبتك الغرفة؟ طبعا عجبتني، بس هي سعرها اقل من هيك. وشو عرفك انه سعرها اقل من هيك؟ ايه بنت خالتي جايبتها ب80,000. شو هالحكي؟ الله وكيلك، لك هالزلمة طمع فينا لما شافك. وانا هيك حسيت، يعني ضروري ادفع 20,000 ليرة زيادة لاني فنان معروف، لك تضرب الشهرة اذا كانت هيك تضرب. طيب شو رأيك نبعت حدا تاني غيرنا يشتريها؟ وليش لحتى نبعت حدا تاني؟
نحن منروح. شلون بدنا نروح نحن؟ أنا بقلك شلون. أنا واثق تماماً إنه رح يبيعناها ب80,000. كوبركي عرفنا؟ مستحيل يعرفنا. أهلا وسهلا، عجبكم شيء؟ إيه عجبنا، عجبتنا هي الأوضة. ونعم الاختيار، هذا الموديل اسمه الأحلام ودارج كتير بهالأيام. وقد إيه سعره يا ترى؟ إلكن ب120,000. 120,000؟ إيه نعم، ب120,000، ولا تسامحوني بفرنك إذا ربحت عليكم أكثر من 5,000 ورقة. هلأ وآخر كلمة يا مو، تقبرني بقديش؟ هاي آخر كلمة مدام، لإحنا بإذن الله ما بنحكي غير كلمة واحدة بس. بس أنا كان فكري غير هيك منو. شو فكرك أستاذ؟ يعني شغلة 80,000. لا والله يا عمي، ما بتوفي معي هيك، بس إذا بدك ب80,000 في عندي غيرها. لا تشكل آسي، نحنا ما بدنا غيرها، بدنا هي. هي ب120,000، ما بينقصوا فرنك واحد، والتحميل عليكم. يعني معقولة غليت من مبارح لليوم؟ شو قصدك؟ قصدي مبارح في جماعة أصحابنا شافوا عندك هالغرفة بالذات وطلبت فيها حضرتك 100,000، بقى شلون هلا عم تطلب فيها 120,000؟ غريبة يعني. مزبوط الكلام، مبارح فعلا كان حقها 100,000، بس اليوم غليت. ها، وشو يلي غلاها 20,000 بيوم واحد؟ الفنان سعيد سلامي. سعيد سلامي؟ ايه نعم، مبارح كان عندي هون هو ومدامته وعجبته الغرفة ووصاني على واحدة مثله، ولما دري النجار انه الغرفة رح تنباع لفنان كبير ومعروف رفع سعره 20,000 ليرة. اما بالنسبة لي الله وكيلكم، مو جايني شي. لك يضرب سعيد سلامي وتضرب هديك الساعة يلي صار فيها ممثل مشهور، وهالكلام على مسؤوليتي، واذا شفته قل له هالشي على لساني. اخي لا بدي قل له ولا يقل لي، انا كلمة هنالك حسب السوق بسوق. لك انه بس بدي افهم ليش بعض الناس بيطمعوا بالمشاهير وبتشط ريالتهم لما بيتعاملوا معهم، ولك بيطمعوا بالسياسي المرموق والدكتور الناجح والمحامي الفالح والفنان الكادح، حتى بالسائح الاجنبي والزائر الخليجي بيطمعوا وبيحبوا يقنصوهم انص. لقوا كل واحد منهم له تسعيرة عندهم. اي والله شغلة ما شفناها ببلاد برا، شفناها ببلاد برا لما كنا هنيك. أعوذ بالله، ما شفناها. لا ما شفناها، لأنه الناس إن كانوا أغنية ولا فقرة، مشهورين ولا مغمورين، كلهم سواسية قدام الأسعار، ومربح البايع منهم الواحد، إن كانوا أغنية ولا فقرة ولا مشهورين ولا مغمورين. يو تقبرني. إلا نحن الأريضة تقرضنا إلهي، لكن الأريضة تقرضنا. شبنا راكبنا الطمع وعاملنا الجشع، ما كنت أعرف. إني كنت أعرف، ما كنت أعرف. عفوا يا أخ، ليش حضرتك شو بتشتغل؟ شو بيشتغل؟ أنا الفنان سعيد سلامي، عرفتني عمو؟ عرفك لكن ما عرفك، وبكرة كمان رح تغلى 20,000 كمان. مو فارقة معه، ما عنده كبير إلا الجمال.